فالسلام عليكم الاخوه اللي بسالكم الامور ديالكم مزيان. كنتمنى يعني من يوصلكم هذا الفيديو هذا تكونوا يعني بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا نخدمو الاتصال، غادي يعني نكملوا على الدرس ديال الاتصال. هنا خلينا يعني في صوره مجال، صوره مجال يعني هي اللي نخدمو يعني في هذا الفيديو هذا. هنا عندنا يعني واحد الفونكسيون، عندنا يعني واحد الداله اكس اس تي ناقص 2 اكس زائد 3. هنا ديجا يعني رسمنا لها جدول التغيرات ديالها. هنا غيجي يقول لك يعني حدد صورة مجال، يعني حنا بحال غنحسبوا صورة مجال ما بقيناش يعني كنحسبوا صورة عدد. كنديروا مثلا اف ديال واحد، يعني كنجيو هنا فين ما بانت لك يعني اكس كتعوض بواحد اوتوماتيكمون هاد القضية ما بقاتش. فهنا غنحسبوا يعني صورة مجال. فكيفاش غادي نديروا ليها؟ لاحظ معايا، اجي نشوفوا يعني المجال ديالنا. المجال ديالنا هو هذا، قال لك حسب ليا دابا ملي تكون يعني بحال تكون يعني اف دو اكس، يعني بحال اف ديال واحد المجال. بحال غنمشيو حنايا هنايا في كاين يعني لي زيكس، صورة المجال ناقص ما لا نهاية زيرو، يعني اولا باش ما نديروش يعني ناقص ما لا نهاية زيرو، غنديرو ناقص ما لا نهاية واحد. صافي، يعني من ناقص ما لا نهاية هادي حتى الواحد. الصورة ديالها فين غتقرا؟ غتقرا هنايا. صافي، غتقرا هي هادي هنا، يعني باش نديرو شي لون اخر فاوتوماتيكمون غتقرا هي هادي، يعني ناقص ما لا نهاية. شنو النقطة اللي كاينة تحت منها؟ وواحد. شنو النقطة اللي يعني كاينة تحت منها؟ فكيفاش يعني غتكون الجواب ديالنا؟ غادي نديرو ليها يعني اف ديال ناقص ما لا نهاية واحد، بأن الصورة ديالو شنو هي الصورة ديالو؟ هي جوج بليس لانفيني. علاش ماشي بليس لانفيني جوج؟ حيتاش كنسبقو العدد حيتاش من جوج حتى لبليس لانفيني، يعني مكنقولوش يعني من بليس لانفيني حتى لجوج. هنايا جوج وهنا يعني بليس لانفيني. صافي، طلعنا مزيان. ولكن السؤال هنايا يعني يكون ما عطاوناش يعني جدول التغيرات، كيفاش غنديروا له؟ فلا ما عطاوناش يعني جدول التغيرات، لاحظ معايا هنا نحاولوا نحسبوا يعني بطريقه اخرى. دابا حنا غير كنديروا يعني واحد التمهيد، بلاتي نجيبوا يعني شي لون. هنا غنجيو غادي نحسبوا يعني بحال غنحسبوا الصوره بدون هاد جدول التغيرات. صافي، نحسبوا يعني الصوره بطريقه اخرى. هنايا بعدا كنحسبو الصورة ديال المجال واحد بليس لانفيني باغ اكزومبل. فهنايا شنو كنديرو؟ هنايا كنديرو هنايا اف ديال واحد هاهي، وهنايا مكنديروش عاوتاني اف ديال بليس لانفيني، انما كنديرو لا ليميت اكس تونفير بليس لانفيني ديال الدالة اف دو اكس على هاد الشكل هذا. صافي، اف ديال واحد كتجي كتعوض هنا واحد زائد هاد ثلاثة، هادي هي ربعة ناقص جوج هي هاد الجوج، هادي هاهي هي جوج. لا ليميت في بليس لانفيني كناخدو يعني اكبر حد كتعطينا يعني بليس لانفيني. مزيان، وتقول لي احسن هنا يعني مزيان. اوكي، بحال هنا غادي نعطيك يعني واحد الخصائص ضروري يعني خاصك تستعملهم، فركز معايا مزيان. هنا تيقول لك اسيدي الا كان المجال مغلق نحسب النهايه عند العدد. كيفاش؟ بحال دابا هنايا نحسب صورة عدد، بحال هنا يعني المجال هنا عندنا مغلق، حسبنا يعني الصورة ديال داك العدد. حنا نعطيو فيه يعني أمثلة، يعني حسبنا يعني الصورة ديال داك العدد ياك. ومني كان يعني المجال مفتوح، مني كان يعني المجال يعني مفتوح بهاد الشكل هذا، حسبنا النهاية، كنحسبو يعني النهاية عند داك العدد. صافي، بحال دابا هنايا كون كانت مثلا هنا المجال مفتوح غنحسبو لا ليميت إكس تونفير واحد. صافي، قالك أسيدي إذا كانت إف تزايدية نحافظ على نفس الترتيب. ملي تكون يعني اف تزايدية، الا لاحظتي هنايا تزايدية، درنا هنايا اف ديال واحد هاهي، بلاتي درنا يعني هنايا اف ديال واحد
ياك، وجينا هنايا بحال حافظنا نفس الترتيب، ياك ولا لا؟ هذا هنا وهذا هنا. اما مني كتكون، اما اذا كانت اف تناقصيه نقلب الترتيب. كيفاش؟ الا كانت اف تناقصيه بحال دابا يعني هنايا، بحال دابا هنايا راه هذه هي الصوره، وهذه هي الصوره تاعي. لاحظتي بحال قلبناهم يعني يعني في يعني كون كانت يعني تزايديه كان هذا غنحسبوه هنايا لا ليميت، بحال غتعطيك يعني بليس لانفيني جوج، هنا غنطيحو يعني في واحد التناقل. ما كاينش شي حاجه كتبدا من بليس لانفيني وكتسالي عند جوج، كاين شي حاجه كتبدا من جوج وكتسالي عند بليس لانفيني. صافي اوكي، غنزيدكم مثلا واحد التمرين، فركز معايا يعني هنايا في التمرين هذا. هنا عطيتك يعني واحد التهله، عطيتك هنايا جدول التغيرات ديال، انا عطيتك يعني من عندي جدول التغيرات. في الفيديو اللي جاي غنشوفو حنا كيفاش نعوضو داك جدول التغيرات. صافي هنا غير باش تفهم، ركز معايا مزيان. هنايا تناقصيه، هنايا تزايديه. مزيان، ملي كتقول يعني تزايديه، ملي تزايديه من المجال يعني واحد على جوج حتى البليس لانفيني. صافي عفوا انا راه 4 على جوج، 4 على جوج صافي ناقص 4 على جوج. لاحظ معايا مزيان، لاحظ معايا مزيان واحد البلان قال لك حدد صورة المجال يعني من زيرو حتى البليس لانفي. لاحظ معايا نجي هنا غندير يعني اف ديال المجال صفر البليس لانفيني شغا يساوي من زيرو حتى البليس لانفيني. بحال الزيرو كاين هنايا و بليس لانفيني كاين هنايا، اوتوماتيكمون انها يعني تزايدية. ملي غتكون يعني تزايدية اش فاوتوماتيكمون غتبقى محافظة على الترتيب ديالها. يعني غندير هنايا، غندير هنا اف ديال زيرو، و هنايا غندير لا ليميت اكس تانفير بليس لانفيني. ديال تالا اف دو اكس هنايا هذا غادي يبقى هكا وهذا غيبقى هكا. اف ديال زيرو غنجي نحسبها هنايا، غتعطيك زيرو زيرو سبعة، هنايا غتعطيك يعني بليس لانفيني. صافي هنا اجي ننتقلوا للمرحلة الثانية. هنايا هنايا عندك اف ديال اش من موال لانفيني حتى ناقص جوج يساوي من موال لانفيني حتى ناقص هاد جوج، حيت ناقص ربعة على جوج راه هي ناقص جوج. كيفاش دايره؟ تناقصية، يعني غيتقلب الترتيب، يعني هنايا غتولي لا ليميت يعني غادي تقلب الترتيب، يعني هاد لا ليميت غتولي يعني من جهه اخرى، يعني ما تبقاش يعني هي الاولى بحال غتولي هي الاخرى. لا ليميت اكس طونفير بليس لانفيني ديال الداله اف دو اكس. صافي شنعطي ابدار هنا غتكون يعني اف ديال جوج. صافي اف ديال جوج شحال كتساوي؟ اف ديال ناقص جوج، اف ديال ناقص جوج شحال كتساوي؟ هنايا عندك ربعة زائد سبعة هي 11 ناقص 8، بلاش عندك هنايا ناقص 8 زائد 7 هي ناقص 1 زائد 4 هي 3، يعني هي 3 بليس لانفيني. صافي مفهوم. دابا اللي بغيت نوصل لك يعني من هادشي كاملو، اللي بغيت نوصل لك يعني من هادشي كامل، يعني باش تكون ملي تكون دالة تزايدية غتبقى محافظة على نفس الترتيب اف ديال واحد اف ديال واحد تسلم. اما مني غادا تكون يعني تناقصية غادي تقلب ليهم الترتيب، غير غادي تقلب ليهم الترتيب. ان شاء الله
في الفيديو اللي جاي غادي نحاولوا غادي نعلمك كيفاش انت ترسم طابلو. شبه هذا مرة يعطيك الداله ويقول لك اسيدي احسب لي الصوره ديال المجال. فهنا انت خاصك تعلم كيفاش تحسب المشتقه وكيفاش دير دروس الاشاره ديال المشتقه وكيفاش دير يعني الطابلو وعاد تحسب الصوره ديال المجال. صافي عاد تحسب الصوره ديال المجال. فاتونسيون الاخوان هادشي اللي كاين تهلاو ليا فراسكم. نتلاقاو في فيديو جديد.